حياة أي إنسان لحظات ضعف معرض فيها إنه يواجه ظروف أقوى من قدراته على مواجهتها، وساعتها الإنسان بيحس إنه في أمس الحاجة لحل بديل. أنا عادل، طبيب نفسي، وبحضر رسالة ماجستير عن العلاج الدوائي البديل الميثادون. يعني يا سي عادل، من قلة الموضوعات مش لاقي غير الميثادون؟ يا دكتور، حضرتك عارف إن أنا كنت مريض بالإدمان وجربت كل طرق العلاج، والميثادون هو الحاجة الوحيدة اللي وقفتني على رجلي. يا ابني، الميثادون مش علاج، ده مخدر بديل ومش خطر على صحة الإنسان، وأنا شخصياً اتعالجت بيه تحت إشراف طبي وبشكل مقنن. طيب سيبنا نقرأ الرسالة دلوقتي وبعدين نتكلم، وباخد منه الرسالة. متظاهرين في ميدان التحرير وفي كل مدينة مصرية تظاهرت ضدنا. محمود، محمود، أكيد خرمان وتشعوز. الشعوذة أو الخرمان يعني المريض بيحس بلهفة وحنين المخدرات، وده بيحصل في معظم حالات الإدمان حتى بعد التعافي. صباح الخير. بس انا عندي مشكله في المشاهد. احنا لازم نحاول كل يوم نكبر جوانا صوت. صباح الخير. ما تلعب بقى يا عم، اديني فرصه افكر. ما انت بالك ساعه بتفكر. ما انت الحركه اللي فاتت خدت فيها 3 ساعات. طب العب. حاضر، اهو. انتوا كويسين؟ كويسين. لا، هما مش كويسين خالص، ونسبة التركيز عندهم صفر، وده تأثير تعاطي المخدرات. ميزة الميثادون في حالة زي دي إنه بيعيد الحالة النفسية والذهنية والجسدية لطبيعتها عند المريض أثناء التعافي. انتوا بتعملوا إيه؟ الدور كده تعالوا.
ايه مالك ضرب بوز على الصبح كده؟ محمود عبد الكريم سبب صح جات منافسه؟ ما تشغلش بالك انت بس، كلها كام يوم وهتلاقيه راجع تاني. ولازمتها ايه؟ يخرج ويرجع ويخرج ويرجع ويدفع مصاريف. انت عارف ان احنا في ايدينا الحل. بقول لك ايه يا عادل، وحتى ابوك انا مش فاضيلك وعندي شغل كتير. يا شريف يا شريف، انت دكتور وعارف ان في مرضى ميؤوس من علاجها بالطرق المعتاده، ليه ما نساعدهمش بالعلاج البديل؟ يوه، وبعدين بقى في وجع الدماغ ده احنا نسيب بقى علاج المدمنين هنا اهو ونقعد نفكر انا وانت ازاي نقنع الحكومه في تطبيق اخر طرق العلاج بالميثادون. الميثادون علاج بيقلل مخاطر الادمان، بمعنى انه بيحد من انتشار الجريمه وبيحاصر انتشار الامراض المعديه بين مستخدمي المخدرات زي فيروس سي والاتش اي في المسبب للايدز. لازم يكون في بديل يا شريف. والله مش انا اللي منع دخوله البلد، وجعش دماغنا بقى كل شويه بالموضوع ده. اتفضل. انا لقيت حاجاتك تحت فخفت عليها تتبهدل. مالك؟ عندي شغل لازم يتسلم بكره، مش عارفه ارسم حاجه. حاولي. ماليش مزاج، مش عايزه اعمل. ده شعور طبيعي لاي مريض في مرحله ما بعد اعراض الانسحاب الحاده، فيها بيحس بالياس وبالزهق وباضطرابات في النوم وبخلل في كل وظائف الجسم. انت لازم تاخدي اجازه على الاقل 3 اشهر من الشغل. صحيح، عشان يرفدوني. العلاج بالتاهيل النفسي بياخد فتره طويله. بس انت قلت لي قبل كده ان انت اتعالجت بالميثادون. ايوه بس مش هنا، بره البلد. هنا ممنوع. بره جوه انا ما يهمنيش. انا كل اللي يهمني اني ارجع لشغلي وبيتي وحياتي زي ما انا عارفاه. ايوه انا غلطت، بس مش معقول افضل طول حياتي اتعاقب. أنا معجب بالرسالة بتاعتك، بس مش موافق على مناقشتها. ليه بس كده؟ ما أنت عارف إن أنا ما بحبش كلمة ليه. يا دكتور بس أنت عارف. اسمع، أنا مش هروج لمخدر بمخدر تاني. غير موضوع الرسالة. لا يا محمود، انا ما كنتش عايز اضرب تاني،
صدقت بطلت 6 شهور. نفسي اخف. ميزه الميثادون ان هو بيحد من اللهفه والحنين للمخدرات. هو دواء عباره عن حبوب او سوائل بتتاخد عن طريق الفم. انت لازم ترجع المصحه وتكمل علاجك. البرنامج بتاعكو غالي، اغلى من المخدرات نفسها، وانا بقيت على الحديده زي ما انت شايف.